صفيحة الثلج صفيحة شفشاون هاد الجبل هذا راه عذبناه تعذبنا في الثلج في هاد الجبل هذا على هذا هو وغير تعذبنا شوف من جينا شوف نخبرهم جينا والعلامة ايوا العلامة هي كلشي هذا اللي كنضربوا عليها تا مارة يزيد بلال يزيد الله يرحمه هذا ولد الشاون كان كي لا ترى صعيب لا تا هذه اللي وريتيني راه صعيبه راه تما خمس مئة متر ابو محمد خمس مئة متر حيدي ها ويلي دابا دوك الناس كاملين اللي كيسقيو بداك الماء جاي من هنا وما بقي اصعب جبل القرع سبحان الله كاين اللي كيدير تيسوكه وجبل القرع كيديرهم في نهار واحد والعمر ديال الشجره كيفوت 500 سنه تنمو في ارتفاع محدد بين 1500 متر حتى 2159 متر في مناخ بارد ورطب هما الاصدقاء هنا كاتبين القلعه اللي بغى يمشي للقلعه هذه الطريق ديالها راه العلو ديال 1800 متر هنايا السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم مره اخرى في هذا الفيديو اللي غادي تعرفوا من خلاله على قمه ثانيه من بعد قمه القلعه القمه هذه كتسمى بالقمه جبل صفيحه الثلج وكيوصل الارتفاع ديالو على سطح البحر حوالي 2038 متر وهذا الارتفاع كيخلي هذا الجبل كيحافظ على الثلج ملي كتكون التساقطات الثلجيه فوق واحد الصخور مسطحه على شكل صفيحه دابا دوك الناس كاملين اللي كيسقيو بداك الماء جاي من هنا ها وكاين الماء هذا راه موسخ هذا ماشي ديال الصعيب اه كيديو الماء بهاد التيو هذا سال تحت لكن دابا هاد الماء واش ديال الصعيب اما ما كتبش هو واش هو زعما مخروط هذا هذا ماشي الماء تاع الماء وايد هما الاصدقاء هنا كاتبين القلعه اللي بغى يمشي للقلعه هذه الطريق ديالها راه الجبل ديالها لهي هادي اللي بغيتي ترجع تمشي للقلعه حنا غاديين دابا لصفيحه الثلج العلو ديال 1800 متر هنايا العلو ديال 1800 متر ها كنا غنتعذبوا لهي هادي الباب ديال الغابه ياك باب غابه الارز يمكن هاد الارز جابوه من الاطلس ها وراه سميتو سيدروس سيدروس اتلانتيكا والطول ديال الشجره كيوصل حتى 40 متر والعمر ديال الشجره كيفوت 500 سنه والمساحه اللي كاينه هنا كاينه 1000 هكتار في هذا المنتزه ديال تلسنطان شجره معمره مستوطنه بشمال افريقيا تنمو في ارتفاع محدد بين 1500 متر حتى 2159 متر في مناخ بارد ورطب اذا ما كانش المناخ بارد ما ينبتش تزرعوا في الدار ما ينوضش حيت هما كاتبينها تما قال لك خاص تكون الارتفاع 1500 متر ابتداء من 1500 جبل صفيحة الثلج كباقي جبال الريف خصوصا المنتمية لمنتزه تلسمطان كيتواجد بالقرب من جبل تيسوكا وايضا كيشبه ليه واحد شوية في مستوى الصعوبة المسار ديالو جد رائع في السفوح ديالو ما كتشعرش بالتعب بحيث انك كتأمل في الاشجار ديال الارز والصنوبر الكثيفة انطلاقا من منتزه تيسملال الى ان تقترب من القمة اللي كتقل فيها الاشجار والغطاء النباتي بصفة عامة وكتعطي الفرصة الزائر انه يكون عنده مد البصر لنقاط بعيدة اللي بغات مدين ايوه سميتها؟ تارية افاسكا وكاين اللي كيهبط من هنا الازيلان اه الطريق هبط من هنا ما تشوف في الاخر الطريق كل حجرة هادي الحجرة ديك الخوة هذاك الحجرة كبيرة تسمى هبط الطريق تدور من اللي هنا للجاي ولكن رقاص حال هبطة كذا من هنا الهبطة شوية الهبطة راه صعيبة لا تا هادي اللي وريتيني راه صعيبة راه تما شوية كنطلع مع هاد الدايمة
فحال واخده ما بقاتش دابا رجعت البيست البيست نبض مليين. جبل القرع سبحان الله كاين اللي كيدير تيسوكه وجبل القرع كيديرهم في نهار واحد. تيسوكه يطلع مليين كيطلع من تيسوكه وكيهبط ليه هو رجع على تراسه نتاع تما المنتزه كاين هذيك دابا هذه هي هذه هي البلاصه اللي عميقه كاع هي اللي فيها الحدوره بزاف هي هذه خمس مئة متر ها ويلي ديال الصفيحة هاهي على اليسر وهادي كتبان تمشي ديريك تلقى القمة تيسوك أو تبارك الله ضربنا الطريق أصاحبي مرضيين مرضيين وما بقي أصعب يا ربي يزيد بلال يزيد الله يرحمه هذا ولد الشاو كان كيطلع الناس هنا حتى هو قيد جبل صفيحة الثلج كذلك كيتيح لك فرصة انك من توصل للقمة ديالو تطلع على مجموعة من القمم الجبلية المشهورة بهذا المنتزه الرائع بحال جبل تيسوكا والقلعة وجبل القرع وبعض المداشر في السفوح ديالو بحال مدشر ازيلان ومداشر اخرى. مسارات هذا الجبل عنده مسارات عديدة وغادي نذكروا منها جوج ديال المسارات الرئيسية. المسار الاول هو مسار صعب به عقبات صعبة هو هذا اللي درنا احنا يمكن لكم الذهاب منه للشاون ومن الشاون المنتزه تيسملار ومنتزه الشويحات الى قمة صفيحة الثلج ويمكن لكم تضيفوا معه قمة جبل تيسوكا. فقط يجب عليكم انكم تكونوا متزودين بالمال كافي لان المسار ما كيحتويش على عيون مائية قريبة بزاف. من القمة ديال تيسوكا يمكن لكم النزول ايضا في اتجاه عين تسمى بالماء السفلي وفي اتجاه مسجد بوزعافر عبر طريق خندق طويل وصولا الى الشاون. اما المسار رقم 2 هو عكس المسار رقم 1 مسار سهل يمكن لكم الذهاب من الشاون الى مسجد بوزعافر الى الخندق وواحد الخندق طويل ومن بعد ذلك غادي تاخذوا واحد الاستراحه في العين الماء السفلي واخيرا الوصول الى قمه تيسوكا وبعد ذلك النزول في اتجاه قمه جبل صفيحه الثلج والاتجاه مباشره الى منتزه الشويحات الى منتزه تيسملال والنزول الى منتزه سيدي عبد الحميد واخيرا الوصول الى الشاون. وهاد المعلومات كاملة اللي قلتها دابا راني غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون ديال الفيديو في صندوق الوصف ديال هاد الفيديو باش حتى اللي ما كيتبعش معايا في الاوديو يمكن له انه يقرا على خاطره. هذيك الشاون فوق كامل شاون شوف شاون ما عرفتش الفرنسي يعني لا الفرنساوية هذيك شوف شاون الفرنساوية شوف شاون خبرهم كنا ولا علامة ايوا العلامة هي كلشي هذه هي اللي كنضربوا عليها تمارة صفيحة الثلج صفيحة شوف شاون منتزه تالا سمطان هذا الجبل هذا راه عذبناه تعذبناه في هذا الجبل بمثل. لا دور الكاميرا تما شوف صورها
خوتي بالنسبه للناس اللي باغيين يرغبوا في التجربه ديال المسار ديال هاد الجبال فعليكم بمرافقه مرشد جبلي، لان المسارات هنا صعيبه وصعيبه بزاف، فيقدر انه يشدكم الليل في الغابه، وراه وقعت هاد القضيه بزاف ديال الناس وما غاديش ينفع ديك الساعه الندم. وكان اقترح لكم يعني واحد المرشد اللي هو صديق ديالي، غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديالو في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو، وحتى الا كانوا عنده شي برامج اخرى مع ناس وحدين اخرين غادي نعطيكم ارقام هاتفيه ديال الناس اللي تقدروا توثقوا فيهم. وإلا احتاجتوا اي معلومه فما تترددوش في المراسله ديالي، فالهدف ديالنا هو التشجيع على السياحه الجبليه في بلادنا العزيزه، لانها كتميز مؤهلات طبيعيه رائعه ومتنوعه. وكيف ما كتعرفوا علي اصدقائي دائما الفقرات كتكون منظمه، في الاول عطيناكم معلومات عن الجبل، كذلك عطيناكم معلومات عن المسارات، دابا غادي نعطيكم الوصف ديال التجربه ديالي من خلال قمه جبل القلعه حتى الجبل صفيحه الثلج. كيف ما تابعتوا معي اصدقائي في الفيديو الاول الخاص بجبل القلعه، من ديك القلعه يعني اتجهنا مباشره انا والمرشد والصديق الجديد محمد السيب الى قمه صفيحه الثلج، من ثم نزلنا الى قمه القلعه في اتجاه باب تيزي الى طريق المؤديه الى الشويحات، ووصلنا لمنتزه الشويحات اللي كيحتوي على كراسي خشبيه وبعض المحطات السياحيه، ومن ثم سلكنا في اتجاه القمه ديال صفيحه الثلج. حسيت ببعض الارهاق خصوصا انني كنت كنقصصت على الماء باش ما نشربش بزاف ديال الماء، لانه كعارف بانني مازال لي القمه ديال تيسوكا في هذا النهار اللي غادي تجيبها لنا يعني في الاخر، وكذلك عندها مسار جد صعب في اتجاه الجبل الوحش هو ذاك ديال تيسوكا، زياده على ان مسار جبل الصفيحه فشديد الانحدار، وكذلك فيه واحد العقبات اللي صعيبه، واحد لابونت اللي كتبقى تطلع بواحد الشكل مائل. بعد مدة تراوحت ربما ساعتين من منتزه الشويحات أخيرا وصلنا القمة اللي نسيت فيها الإرهاق، بحيث أنني تمتعت بإطلالة بانورامية واستراحة رائعة وسط فضاء يعوج بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية اللي كتمزج مع الشاي. وكيف ما غادي تلاحظوا معنا في الفيديو القادم الخاص بتيسوكا غادي نضربوا المسافة ديال تقريبا 34 كيلومتر، فيها ثلاثة ديال القمم اللي فيها جبل القلعة، جبل صفيحة الثلج، وأخيرا جبل تيسوكا العنيد. وهذا الجبل ديال تيسوكا غادي يدوزها علينا مزيان، وغادي تلاحظوا معنا مفاجأة ومغامرة جديدة في الفيديو القادم الخاص بتيسوكا. من هنا غادي نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، تحياتي لكم وإلى اللقاء وتبارك الله عليكم. ما تنساوش اللي يعجبوا هذا الفيديو يقوم بالاشتراك وتفعيل الجرس، وكذلك اللي يعجبوا الفيديو والمحتوى ديال هذا الفيديو يحاول أنه يضغط على زر لايك. تحياتي لكم وإلى اللقاء مرة أخرى، نتمنى لكم الصحة والعافية ومزيدا من الرزق والأموال ومزيدا من الأصفار إن شاء الله. تحياتي.